السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، في فيديو جديد نستعرض فيه أهم أخبار لاعبين المحترفين لنهار اليوم. نستهل عدد اليوم عن الوضعية الصحية للاعب المنتخب الوطني ونادي ديجون ياسين بنزية. ياسين كان قد تعرض لحادث مرور نهاية مايو الماضي، وبحسب الصحافة الفرنسية الحادث كان كبيرا والإصابات التي تعرض لها اللاعب كانت خطيرة جدا، حتى أنه كان يفقد يده اليسرى في هذا الحادث. بنزية خضع لجراحة دقيقة في يده اليسرى نهاية مايو الماضي، ولكن وضعه ما زال خطيرا، وبحسب الإعلام الفرنسي فقد خضع لعملية ثانية في اليومين الماضيين من أجل استعادة وضع في يده المصابة. دائما مع التقارير المحسوبة على نادي ديجون، فإن إصابة بنزية ستبعده طويلا عن الميادين، لكن الطاقم الطبي لمستشفى ديجون والطاقم الطبي للنادي أيضا مركزون على استعادة عمل يده اليسرى وبعدها التفكير في كرة القدم والعودة للميادين. الغريب في موضوع بنزية أنه لم يجد أي تعاطف أو تواصل من لاعبي المنتخب الوطني ولو برسائل على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى المدرب الوطني جمال بالماضي الذي كلف نفسه عن الرد على شائعات شميد ولوكا زيدان لم يكلف نفسه حتى ببعث رسالة مساندة لبنزية. حتى الموقع الرسمي للفاف الذي تفنن في الرد على كل من يطال رئيسه من لاعبين سابقين، محللين في القنوات التلفزيونية، صحافة مكتوبة ومرئية، وحتى وصل به الأمر للرد على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لم يكلف نفسه نشر بيان من أجل مساندة اللاعب. بعد نبول حيوب العمري، ها هو لاعب جزائري جديد يدخل في صراع مع ناديه من أجل الإبقاء على راتبه كاملا وعدم تخفيضه بسبب وباء كورونا، حيث قالت مصادر تركية اليوم الجمعة أن لاعب غالاتا سراي سوفيان فيغولي ليس راضيا عن الخصم الذي قامت به إدارة النادي، ورغم أنه ينال أكبر راتب في الفريق ب 4.5 مليون أورو إلا أن فيغولي لم يوافق على خصم راتبه. غضب فيغولي من خصم راتبه وعدم تقبله الأمر لا يعني أنه سيدخل في صراع مع ناديه، حيث يكون الجزائري قد تقبل الأمر ولو على مضض. بعد ريال مدريد، باريس سان جيرمان وأيضا فنرباتشي التركي، قام خورخي مانديس وكيل أعمال لاعب الخضر فوزي غلام بعرضه على فريق جديد. الصحفي الرياضي الإيطالي تشيرو فينيراتو قال في تصريحات لموقع فيولا نيوز أن نادي نابولي اقترح تقديم غلام ضمن صفقة بيتزيلا الذي من المفترض انتقاله لنابولي، لكن إدارة فيورنتينا رفضت المقترح ورفضت غلام بالأساس. ويبدو أن وضع لاعب الخضر سيئا جدا، حيث يعتبر فيورنتينا ثالث نادي يرفض التعاقد مع غلام. غلام سيكون مطالبا بالمشاركة في اللقاءات الأخيرة من الدوري الإيطالي، وهذا من أجل طمأنة الأندية حول وضعه خاصة البدني بعد الإصابة، وإلا فإنه لن يجد ناديا يتعاقد معه مع بداية الموسم المقبل. إلى هنا تكون أخبارنا قد انتهت، نلتقي في عدد جديد إن شاء الله. سلام.